فهد الإدريسي الخمريشي، مدير الذكاء الاصطناعي في شركة ديفو تيم، حاصل على دكتوراه في الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للرسم هو يعني هواية منذ الطفولة ديالي. جات المبادرة من عند الفيلا ديزار جروب المدى باش يجمعوا فنانين اللي كانوا كيرسموا يعني بشكل نقولوا غير محترف، يعني كنرسموا في خفية، يعني كنشروا اللوحات ديالنا في واحد الوسط شوية مغلق. فهما كانت منهم المبادرة أنهم يجمعوا واحد مجموعة الفنانين سماوا المعرض أوتوديت آرت، يعني أنهم تعلموا يعني بشكل منفرد، يعني كل واحد تعلم راسه. فهاد اللوحات هي بالنسبة لي يعني كعلاج داخلي، يعني كتعبر على الأشياء اللي كان شعر بها داخليا وما قدرش نبوح بها للناس، أو نبوح بها يعني كتشمل بعض المرات مسائل علمية، فيها معادلات، فيها مسائل علمية اللي ما قدرش نبوح بها، يعني كنرسمها وكنخليها في وسط اللوحات ديالي. فهذه شكل يعني انفيتاسيون او الاستدعاء باش الناس يشوفوا شنو كيجول في الداخل ديالي ويحاولوا يتخيلوه ويعرفوا شكل اللوحات ديالي. اللوحات ديالي كثيره، يعني كنرسم لوحات كثيره منذ الطفوله ديالي. من 2008 وليت كنخدم بشكل احترافي، كانوا كتبوا لي بعض الصحافه، درت معرض في المسرح، وطبعا يعني دابا كنفكر انني نبدا نخرج لوحات ديالي لمعارض اخرى ان شاء الله.